خلونا بقى دلوقتي ناخدكم في جولة عن أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. هنبدأ معاكم جولتنا من القاهرة وتقريبا من شارع رمسيس اللي بيشهد كثافات مرورية متوسطة في الوقت الحالي ومكملة لحد ميدان العباسية. هنفضل ماشيين لحد تقاطع شارع صلاح سالم، هناك هنلاقي برضو في كثافات نسبية. نروح عند كوبري الجلاء هنلاقي ان في سيولة مرورية مكملة لحد طريق العروبة، وعند كوبري المطار في كثافات نسبية هتبدأ تختفي واحنا داخلين على طريق المطار. كمان عند كوبري الحدائق اللي جاي من الزاوية متجه للفنجري، والامر برضو بالنسبة للمطارية للقادم من الكابلات. كورنيش النيل القادم من المظلات في كثافات مرورية بسيطة متحركة ومستمرة حتى وسط البلد، لكن المتجه إلى المؤسسة ففي سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات عند معهد ناصر. نروح معاكم الجيزة، وخلونا نبدأ من مدينة السادس من أكتوبر، إن في غلق كل طريق الواحات لمدة 6 شهور لاستكمال تنفيذ أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق الواحات، وده بيستلزم غلق كل طريق الواحات أمام حركة المرور على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال على مدار 24 ساعة ومستمر حتى 16 فبراير من العام القادم. علشان كده لازم الناس تاخد بالها من التحويلات دي والطرق الداعمة اللي تم إضافتها. نفتكر برضو أن الطريق الدائري القادم من أكتوبر مازال مغلق، وأن الاتجاه إجباري إلى نفق حازم حسن ومنه إلى محور 26 يوليو أو محور رود الفرج، ده للمتجه إلى مناطق شرق القاهرة، وبعدين يكمل كوبري تحيا مصر ثم محور الفنجري القادم من أكتوبر ومتجه إلى التجمع الخامس أو مناطق المعادي وحلوان أو كورنيش النيل، ياخد الطريق السياحي ومنه إلى الطريق الدائري، وده هيكون أفضل مسار. لكن لو رحنا لشارع الهرم الرئيسي اللي هو بيشهد أيضا تباطؤ في حركة السيارات، ده بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية، وفي منطقة المساحة وشارع العريش ومذكور والطلبية في برضه ظهرت بعض الكثافات في منطقة مشعل، وكثافات من شارع العشرين لحد الطلبية، وكثافات للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين. نروح معاكم لمحافظة المية، وفي سيولة مرورية في عدد كبير من الطرق، ولو شفنا طريق الصحراوي الغربي من محافظة بني سويف إلى محافظة المية في سيولة مرورية، كمان طريق الشيخ فضل فيه سيولة مرورية على طول الطريق ما عدا بعض الكثافات البسيطة، لكن بالنسبة لطريق المنيا مغاغة في بعض الكثافات البسيطة اللي لا تعوق حركة المرور. أما الطريق الصحراوي شرقي فيه كثافات مرورية بسيطة لا تعوق حركة السير، باختصار إن طرق محافظة المنيا الأساسية ما فيهاش أي عائق طارئ يعوق حركة المرور. نكمل جولتنا ونروح محافظة الشرقية وطريق الزقازيق منيا القمح، في سيوله مروريه وفي نفس الامر في طريق بلبيس الزقازيق ما عدا بعض الكثافات البسيطه في مدخل المدينه، ده بعد منطقه العصلوجي. اما الحاله او بالنسبه لمدينه الزقازيق في كمان كثافات مروريه بسيطه في طريق المحافظه الجامعه، وكمان في سيوله مروريه عند موقف المنصوره ومدخل الطريق الجديد لدرب نجم. اما طريق ابو حماد المتجه الاسماعيليه ماشي بشكل كويس ما عدا بعض الكثافات في مداخل بعض المدن، ده بسبب تنظيم حركه المرور. من جولتنا في احوال المرور في شوارع ومحافظات مصر، خلينا نستعرض معكم جوله سريعه عن احوال الطقس. النهارده الطقس هيكون حار رطب نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه، في ارتفاع في نسب الرطوبه على مدار اليوم، وكمان في نشاط رياح ببعض المناطق، وفي كمان فرص امطار خفيفه قد تكون رعديه احيانا على مناطق من جنوب سيناء ومناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الاحمر وحلايب وشلاتين. درجه الحراره في القاهره النهارده 33، واعلى درجه حراره هتكون في اسوان 45، واقل درجه حراره في مطروح 31 درجه. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شويه.